كشف مكتب الرصد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية أن الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له نفذوا خلال تشرين الثاني الفائت 411 خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار على طول خط خفض التصعيد في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى 536 خرقا في مناطق عفرين وشمال حلب. مع استمرار الخروقات والانتهاكات على طول خطوط مناطق التماس، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن الاحتلال والفصائل الإرهابية التابعة له نفذوا خلال تشرين الثاني الفائت 411 خرقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار على طول خط خفض التصعيد في مناطق شمال وشرق سوريا. مكتب الرصد العسكري التابع لقسد أشار في تقرير إلى أن الاحتلال والفصائل الإرهابية يواصلون تصعيد عمليات القصف في مناطق عين عيسى وتل أبيض وتل تمر وزرقان، بالإضافة إلى أرياف رأس العين ومنبج وكوباني. وبحسب التقرير فإن الخروقات جرت عبر الهجمات البرية والجوية، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى محاولات تسلل نفذتها الفصائل الإرهابية، حيث أسفرت الخروقات عن فقدان مدني لحياته وإصابة عدد من مقاتلي قسد، كما ألحقت مزيدا من الأضرار في المواقع المستهدفة. 536 خرقاً سجلها مكتب الرصد العسكري أيضاً خلال الشهر ذاته في مناطق عفرين وشمال حلب، استهدف الاحتلال وفصائله الإرهابية فيها عدة مناطق يتواجد فيها مهجرو منطقة عفرين المحتلة. تقرير قسد لفت كذلك إلى استمرار الانتهاكات بحق من تبقى من أهالي عفرين من الاستيلاء على منازل السكان الأصليين وتوطين عوائل العناصر الإرهابية فيها، إلى فرض الإتاوات على الأهالي وعمليات الخطف بهدف الحصول على الفدية، إذ نفذت الفصائل الإرهابية 123 عملية اختطاف جديدة للمدنيين بينها 9 نساء وطفل، ليرتفع عدد عمليات الخطف إلى نحو 7800 منذ احتلال المنطقة عام 2018. للنقاش ينضم إلينا من لندن جاكر حسين، منسق فريق تقصي الحقائق في شمال سوريا. أهلا بك أستاذ حسين. يعني بحسب ما كشف مكتب الرصد العسكري في قوات سوريا الديمقراطية عن أكثر من 410 خروقات للاحتلال التركي وفصائله الإرهابية على خطوط التماس، ما هي طبعا كل ذلك خلال شهر نوفمبر الفائت، ما هي مؤشرات زيادة هذه الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار؟ شكرا لكم ومتابعكم الكرام. بحقيقة الأمر يعني المجتمع الدولي فشل زريعا في حمايتنا نحن كسوريين المتواجدين أو المهجرين قسرا، وبالرغم من الهجمات بالرغم من الخروقات التي ذكرتموها حضراتكم، الخروقات التركية في كامل المنطقة منطقة الشمال وتحويل طريق المؤدية إلى دمشق وتحويلها إلى المدن المحررة هي بالأصل من سيطرة النظام السوري. بالنسبة لسؤال حضراتكم، نتوقع أن يتوقف لأن هناك فقط البارحة هي السيدة بيرسون كان له تقرير قام بنشرها أنهم تحدثوا إلى الكثير من الفرق وبما فيهم الإيرانيين والأتراك لاجتماع سوف يحصل في القريب العاجل للوقوف إلى هذه الحالة المأساوية التي وصل إليها السوريون وما أدى إلى ذلك من خطف قتل تحريب وإلى آخره. فنعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيرات في العام 2022 وخاصة القادم في خلال الشهر الجانوري القادم أو الشهر الثاني قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان للدورات المقررة خلال الأشهر القادمة. يعني تحدث عن لقاء مرتقب سيجمع بيدرسون مع الأتراك والإيرانيين، وقلت أن هناك ربما نشأت تغييرات في العام القادم، عن أي تغييرات تقصد أستاذ جقر؟ يعني تحدث عن تغييرات سياسية في الملف السياسي أم في الملف الإنساني أم في الملف التواجد الاحتلالي للدول في سوريا؟
نعم سيد الكريم. سيد الكريم، إذا ترجع للستيتمنت أو القرار الذي قام بإصداره السيدة البارحة السيدة فينتون بالنيابة عن السيد بيدرسون، التقرير كان واضح، وقال أنه التقى بدمشق، التقى في الأطراف المعارضة جميعا، وذكر الكثير من الحوادث، حوادث الاختطاف، النهب والترافيك، التهريب وإلى آخره من الميليشيات، حتى ذكر أن في الميليشيات يعني استغلت الفرص إلى آخره. لذلك هو حتى قال سوف ندعو يعني الأتراك بما فيهم الأطراف المشاركة، ووجود الأطراف بشكل سياسي، ما عم نحكي عن شكل إغاثي، الأطراف السياسية لحتى نقدر نكمل بالطريق. الاتفاقية 2254 هي اتفاقية وقف النار، اتفاقية عودة الأمن للجميع ومن دون أي استثناء لأي طرف كان، ومقاربة الجميع لحتى نصل نهائي للمسألة السورية. موضوع وقف إطلاق النار بالنسبة لـ 2254 معروف، هو يعني وقف إطلاق في كامل الأراضي السورية، لكن اليوم احنا نتحدث هنا عن انتهاكات الاحتلال التركي وخروقات الاتفاق الذي وقع عام 2019 بين النظام التركي وروسيا من جهة والنظام التركي والولايات المتحدة من جهة أخرى في مناطق شمال وشرق سوريا. استمرار هذه الخروقات وانتهاكات هذا الاتفاق بهذا يعني بهذا المستوى من الانتهاكات الكبير، من يتحمل مسؤوليته أيضا؟ نعم سيد الكريم، المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بالكامل عما يجري، إن كان في شمال غرب سوريا أو الهجمة التي تحدث على مدن رأس العين سريكانية أو تل أبيض، هم المجتمع الدولي يتحمل باعتبار تركيا هي الشريكة في حلف الناتو. ولكن 2022 هناك بعض التقاربات، يعني هناك اتصالات جدا مكثفة من قبل حكومات كثيرة، حتى بنا شخصيا لحضور بعض المؤتمرات والتقاء بعض المبعوثين الدوليين لبعض الحكومات الأوروبية، ومحاولة يعني فض هذا الشيء وتقارب وجهات النظر. قلنا لا يوجد تقارب وجهات النظر ما لم يتوقف الاحتلال، ما لم يتوقف الانتهاكات التي تحدث بحق أبناء أفرين ودخول لجان أممية، لجان أمم متحدة. هناك بعض المجالس المعارضة، حتى المعارضة الموجودة في أمريكا، حتى أخبرونا نعم نحن نضم صوتنا إليكم، هذه الفصائل لم تعد تسمع حتى كلامنا، لذلك هم قالوا نحن حتى نساندكم. لذلك نحن على أبواب تغيير شامل، هذه الفصائل لم تعد تستمع إلى كلام حتى رؤسائها. يعني هون الفرق، ما دائما نقول بينهم بين شمال شرق سوريا، شمال شرق سوريا بتم لهم قادة يستمعون إليهم، ولكن شمال الغرب يعني صرحوا حتى القادة لم يعد يسمعوا إلينا. لذلك وصلنا لبعض التفاهمات المبدئية في خلال 2022 لحتى يتم إصدار بشكل تنديد مباشر لهذه الفصائل، محاسبة المجرمين وإيقاف تركيا. يعني عم نخسر بشر، يعني هي روح إنسان. لذلك المجتمع الدولي جدا مهتم بهذا الشيء، ونأمل كثير دعوة تم إرساله لنا من قبل بعض الحكومات الأوروبية أن يتوقف عن حقه حقيقة، ليس فقط أن نحضرها. يعني ما رح نفيد، يعني قلنا له ما رح نفيد إذا أنا جيت التقيت برئيس الوزراء إن كان ألمانيا أو النرويجي، ولكن بدنا حل الموضوع، في ناس عم تموت، في نساء عم تغتصب. لذلك لدينا أمل كبير، أمل كبير يعني. طيب هذا كلام جيد وجميل أستاذ جقر، لكن روسيا المتواجدة في شمال شرق سوريا، هذه الانتهاكات التركية تحدث أمام عيني وهي ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، لماذا لا تتحرك بالضغط على تركيا لوقف هذه الاعتداءات، وحتى أمريكا وليست روسيا وحدها فقط؟ السيد الكريم، هلا في شوي فرق بين الأمريكيين والروس. بالنسبة للخارجية الأمريكية يوجد بعض التناقضات، يعني أحيانا بتشوفهم يحضرون لتركيا، ولكن بالنسبة لروسيا، روسيا هي الشريك الفعلي لتركيا في قتل ليست فقط أبنائنا من شمال شرق سوريا أو شمال غرب سوريا، لا، هن شريك بقتل المجتمع السوري بالكامل. هن حتى مسألة عفرين، يعني أنتم انتبهوا، مسألة عفرين أو إن كانت رأس العين، هي روسيا لن تعيدها، قطعا لن تعيدها لآخر لحظة. روسيا هي مهمتها بالاتفاق
اتفاقات تام مع النظام التركي للقضاء بشكل مباشر على قسد أو تحويلها إلى مجرد فرقة من النظام السوري. يعني قسد 150 ألف جندي ما بتقدر تضمن لنظام السوري، هذا ما تسعى إليه. بالنسبة للنظام التركي أخبرنا حتى المعارضة، لذلك كانت في النقاط المبدئية شمال شرق سوريا هم أخوتنا، هم سوريون من أجل هم سوريون. يعني روسيا تحاول اللعب على جميع الأوتار، وهي لن تعيد عفرين ولن تعيد سريكاني، بل ستفتح الضوء الأخضر لتركيا للتوسع بهدف الضغط على قيادات قسد وتحويل الجيش بالكامل مقداره حوالي 150 ألف من قسد إلى فرقة من النظام والموالاة. ونأمل ونشهد الأخوة في شمال شرق سوريا ألا يقرروا أي نظام أو لا يضموا أي قسد لأي نظام، لأنهم هي قوة كافية لإسقاط نظام بكامله. يعني النظام بالتأكيد ليس أقوى من قوات قسد، هم كافين للدفاع عن أنفسهم. ومعارك تحرير ضد داعش كانت جدا واضحة لجميع العالم. أستاذ جقر، يعني بالنظر إلى هذا الرقم الكبير، نتحدث عن انتهاكات 411 انتهاك في شباب شرق سوريا و536 انتهاك وخارق في عفرين المحتلة، هل بقي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تحدثنا عنه عام 2019 أي معنى أو مفعول لهذا الاتفاق، وما مصيره في ظل كل هذه الخروقات نتحدث؟ نعم سيد الكريم، كلامك جدا سليم، ولكن هلا انا نحن يعني لازم نتقدم بالمستقبل. يعني نحن ندري الانتهاكات وندري كل ما قامت به تركيا، وحتى يعني اذا تشوف باسينا الاجتماعات صارت بينهم السفير البريطاني في تحضيرات كانت اما لقلب النظام التركي او لتغيير راس النظام هو اردوغان، لانه سياسه جدا خاطئه والاقتصاد التركي يعني عم يفشل. لذلك هناك ضغوط أوروبية جدا قوية على تركيا. ولكن سيدي الكريم، كما رح نرجع للقضية الأولى، تركيا دائما تستعمل حجة اللاجئين، وأننا لا نستطيع أننا نقوم بحماية حدودنا ولا نستطيع تحمل أعباء اللاجئين. لدينا 5 مليون، ولكن 5 مليون هناك 5 مليار عم يجيها. لذلك المرحلة القادمة هي ليست فقط كما أكد سيد بيدرسون لوقف إطلاق النار، هي التأكيد على الانتهاكات اللي عم تصير بغض النظر. وحتى كما قلت لحضرتك في البعض كاتفاق مبدئي، نحن لسنا أصدقاء ولكننا جميعا شركاء في بناء الوطن، كاتفاق مبدئي حتى مع قيادات ليس الائتلاف ولكن المعارضة المتحدثة باسم المعارضة الأمريكية، أنه هناك نعم هناك انتهاكات تحدث، الفصائل لم تعد تسمع الكلام، وبشكل نؤيدكم بشكل تام. لذلك لازم نوصل. وبالنسبة للأتراك أن هي جارة لسوريا، جارة لنا، ولكن وجودها في سوريا هي قوة احتلال، يعني في تغيير ديموغرافي، قتل، نهب، وتحت أنظار دولة هي تعتبر حليفة الناتو، وهذا ما سنذكره في الجلسات القادمة. حتى أن الولايات المتحدة أدرجت بعض الميليشيات وقادت هذه الفصائل الإرهابية في شرق سوريا في رأس العين وتل أبيض على قوائمها السوداء. أشكرك جزيل الشكر من لندن جقر حسين، منسق فريق تقصي الحقائق في شمال سوريا، شكرا لك. مشاهدينا، فاصل قصير ثم نعود.